وصحبه أجمعين. ثم موضوع مهم وهو غاية في الأهمية برز الآن في الساحات الدعوية بالجزائر خصوصا، وتناقلته بعض الدول هنا وهناك، ألا وهو قولهم: أنتم معشر السلفيين تقولون بأن المظاهرات لا تجوز، وقد رأينا بأن الحراك الذي قاد مظاهرات في الجزائر أتى بنتيجة طيبة، ألا وهي الدفع في نحر الدولة السابقة والإتيان بدولة أحسن مما سبق. إذن فالنتيجة طيبة، كيف تقولون بأن المظاهرة غير مشروعة؟ هذا كلامهم الذي يدور اليوم استبشارا بالحراك. والجواب أولا لابد أن أذكر شيئا للتاريخ، ليس الحراك هو الذي غير بلاد الجزائر من دولة إلى دولة، ينبغي هذا أن يذكر الآن حتى لا ينسى فيزعم بأن الحراك هو الذي غير، بدليل أن الذين قادوا الحراك لم يرضوا بدولة القايد صالح رحمه الله، ينبغي هذا أن يذكر. وجماعة القايد صالح حاولوا جهدهم أن يذهبوا بهذا الحراك وأن يدفعوا في صدره بطرق سلمية وطرق ذكية وبسياسة فيها مرونة كما هو معلوم، جزاهم الله خيرا على كل حال هذا الباب، لأنهم دفعوا فتنة بما فعلوا، وبارك الله تعالى في من بقي ليعمل بالعمل الصالح. وبدليل أن العلمانيين كانوا ساخطين على دولة القايد صالح، إذن وهم كانوا في حقيقة الأمر نراهم في صور الإعلام في مقدمات الحراك، وإن كان بعض الإسلاميين حاولوا أن يستولوا على الحراك لكن العلمانيين استغلوهم واستغلوا الثورة المستكنة في نفوسهم. إلا أن القايد صالح رحمه الله بذكائه تمكن أن يغير المسار، مسار العلمانيين إلى مسار آخر. إذن لا يقال الحراك هو الذي أتى بهذه الدورة الموجودة اليوم. ثم ربنا عز وجل قضى على ذلك كله والحمد لله بهذا الوباء الذي من هذا الجانب نرى أن فيه خيرا، ولا شك أن الله تعالى ما يقضي قضاء إلا وفيه خير. فأتى بكورونا والحمد لله التي أدخلت جميع من كان في كل يوم جمعة يقوم بحراك، أدخلتهم البيوت، وعسى الله عز وجل يجعل في ذلك استقرار البلاد وأمنها وخيرها. وهذا ينبغي أن نذكره حتى لا يقال الحراك الذي غير مسار سياسة البلاد. ولذلك نقول لهؤلاء الناس: أنتم كأنكم تقولون الغاية تسوغ أو كما يقولون تبرر الوسيلة، بمعنى إذا كانت النتيجة طيبة أو حسنة فإن الوسيلة إليها أيضا حسنة، وهذا مخالف لنصوص الشرع، لأن الله تعالى قال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، ما قال أتبع ما أراه مصلحة لنفسي. وربنا عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وربنا عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. فإذا كانت غايتك طيبة أنك تريد الله عز وجل ورضاه، فلتكن وسيلتك إلى ذلك أيضا طيبة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك العمل لا يقبله الله عز وجل إذا كان هذا العمل صالحا إلا إذا كان فيه شرطان: الشرط الأول إخلاص لله، ولا يكفي أن تقول نيتي صالحة، لأن الشرط الثاني هو أن تكون في ذلك
عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى رضاه، إلى رضا الله. فلا بد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله هي غايتكم، محمد رسول الله هي طريقك إلى رضا الله عز وجل. والإنسان لا ينظر إلى النتيجة، لأن السارق قد يسرق ثم يصبح غنيا، فيأتي واحد يقول شوف هذا كيف أصبح غنيا عن طريق السرقة. إذن ف يرى بأن السرقة طريق طيب فيسلكه ضعاف النفوس، وهكذا. وكثير من الأمور تكون في نتيجتها طيبة والوسيلة خبيثة، فهل يقال إن الوسيلة طيبة لأن النتيجة طيبة؟ ربنا عز وجل قد يعطيك شيئا تحبه وهو في ذلك ممكور بك وأنت في ذلك ممكور بك. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن يستدرج الله تعالى عباده أو بعض عباده لأنهم يستأهلون ذلك، فيريهم شيئا مما يحبون حتى يكون حتفهم في ذلك ويكون هلكهم في ذلك. وأملي لهم إن كيدي متين، يملي لهم ويعطيهم ويفتح عليهم أبواب خيرات الدنيا، لكن يكون ذلك كيدا من الله عز وجل. وعندنا مثال في التاريخ، أصحاب السبت ألم يكونوا يجعلون فخاخهم يوم الجمعة؟ وقد نهاهم الله عز وجل أن يصيدوا يوم السبت، نهاهم الله عز وجل أن يصيدوا يوم السبت، فيتركون الفخاخ يوم الجمعة في الأنهار ولا يأتون يوم السبت إلى الأنهار لأنهم نهوا عن الصيد، ثم يأتون يوم الأحد فيجدون الفخاخ ملأى بالحيوانات التي صادوها، يجدون ذلك مليئا من الحوت. فيأتي ضعيف النفس ويقول ما دام هذه النتيجة وهي الاحتيال على أمر الله، لاحتيال ترك طاعة الله بمثل هذا يكون مشروعا، فيستدل به على جواز أو على الأقل تشريع مثل هذه الحيل. وطبعا لا شك أنه شر واضح. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تأمل، ابتلاهم الله لأجل فسقهم. فمن يقول بأن النتيجة تبرر الوسيلة يستدل إذن بطريقة بني إسرائيل، وقد مسخوا قردة وخنازير من أجل هذا الفعل. واليوم بعض البلدان، بعض الدول تخلصوا من كورونا بقتل أصحابها. أول ما ظهر كورونا هذا الوباء في بعض أفراد مواطنيهم قتلوهم، قالوا للمصلحة العامة ليحفظوا الباقي. فهل تقول أنت إذن هذا القتل مشروع؟ ثم نأتيكم بالمثال المقابل، لقد قام حراك في السودان كما قام حراك في الجزائر. في السودان تمكن العلمانيون المنافقون تمكن من الحكم، في الجزائر عكس ذلك، لم يترك القائد صالح رحمه الله الفرصة للأعداء المتربصين حتى يتمكنوا من سياسة الدولة، بل أخذها من أيديهم جزاه الله خيرا. وفي السودان حصل العكس، فمن قال إن الحراك جائز لأنه أتى بنتيجة طيبة في الجزائر أيقوله أيضا في السودان مع أنه أتى بنتيجة خائبة؟ فتأملوا بارك الله فيكم. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال تعالى وذكرهم بأيام الله. فتأملوا في وقت واحد، والشعبان ليس بينهما فرق كبير من جهة استقامة الناس. كنت لما أذهب إلى السودان يحضر في المساجد أو تمتلئ المساجد بالحضور،
المحاضرات والصلوات، فالشعب فيه إقبال شديد على التدين كما هو شأن في الجزائر، والحمد لله، لا سيما قبل وجود هذا الوباء، وباء الجرح غير المنضبط. قبل ظهور هذا الوباء كان خير عظيم جدا قبل أن يئيدوا هذا الخير مع الأسف. فعلى كل حال انظروا إلى النتيجة بارك الله فيكم، والوسيلة واحدة، وهنا يسميه المرتابون نجاحا وهناك ليس بنجاح، فكيف حينئذ تكون الوسيلة هذه جائزة وغير جائزة؟ فنحن متيقنون بأن المظاهرات شر مستطير ولا خير فيها، مهما زخرف لنا أصحابها نتائجها، لن نغير حكم الله تعالى الذي اطمأننا إليه من جهة النصوص الشرعية أبدا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. الحديث الذي في الصحيح، فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بطن أخي قد استطلق، قال: اسقيه عسلا، فسقاه، فجاء مرة ثانية قال: يا رسول الله، إن بطن أخي زاد استطلاقا، قال: اسقيه عسلا، فسقاه إلى الثالثة، ثم برأ الرجل وشفي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقنا بأن في العسل شفاء، وكانت النتيجة في المرتين الأوليين أن البطن زاد استطلاقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يقين لا تهزه النتائج كما هزت هؤلاء القوم. وكذلك كان في شأن بعض أنواع المزارعة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاطونها من الجاهلية إلى الإسلام، وكان لهم فيها ربح كبير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالوا: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا صالحا، في رواية نافعا، رأوا نفعه، ولكن ما من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدوا، فتركوها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لنهاهم عنها، فلم ينظروا إلى النتيجة التي كانوا يجنونها من تلك المزارعة، ولكن نظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الحق والخير كله فيه عليه الصلاة والسلام، في طاعته. ولا بأس أن نذكر الناس بشيء عظيم حصل أيام صولة جبهة الإنقاذ في الجزائر، لما قالت سائلة، وكانت هذه السائلة جارة لنا رحمها الله، سألت الشيخ الألباني رحمه الله عن النتائج التي حصلت عليها جبهة الإنقاذ في البرلمان، زاد على 86%، فقالت السائلة: لقد انتصر جبهة الإنقاذ. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: لا، لم تنتصر، بل انهزمت. فتعجبت وقالت: يا شيخ، أنا من الجزائر، وأخبرك بالإحصائيات والنتائج الموجودة في وسائل الإعلام. قال: أقول لك إنها انهزمت، لم تنتصر. ثم شرح لها شرح العالم المتيقن بالحق الذي لا تزلزله الأحداث ولا يغيره الواقع الفاسد، فقال لها: جبهة الإنقاذ لما وصلت إلى هذا، أو إلى الحكم، إلى هذه النتيجة في البرلمان، هل سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح أم سلكت طريق غيره؟ وكانت هي جزاها الله خير رحمها الله فاهمة، قالت: نعم، فهمت الآن شيخ. قال: هكذا كل من يسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى النتيجة التي يرغب فيها لا يفرح به ولا يقال وصل، بل انقطع. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالتصفية والتربية: طريق الإصلاح، طريق التغيير، جبل أشم لا يتزلزل ولا يتحرك، بقي على هذا حتى توفاه الله عز وجل، يرد على جميع الحركات الموجودة، جميع الفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على ذلك. وتأملوا هذا. لهذا ربنا عز وجل يشيد بأصحاب اليقين،
الأصحاب بل الذين ضيعوا اليقين هم الذين يضيعون يوم القيامة. قال تعالى: خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وربنا عز وجل يقول أيضا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتبه، لا يحركونك يمين شمالا، اصبر على ما أنت عليه. ولذلك تجدون كثير من الدعاة يتزلزلون، لأنهم يعيشون مرتابين مترددين، ما عندهم يقين علمي. كثير من هؤلاء اليوم الذين زعموا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل في الجزائر مع الأسف، زلزلتهم الأحداث ذلك اليوم. وأذكر كاليوم لما انتصرت جبهة الإنقاذ، وكنت أرد عليها من قبل ومن بعد وأيام انتصارها أيضا، كان يقول من هؤلاء من كان يقول: ما زال عبد الملك ما آمنش بأن جبهة الإنقاذ وصلت. تأملوا يا إخوان، لما جاءتني حكاية، سمعت كلام شيخ الألباني رحمه الله مع تلك السائلة، حمدت الله عز وجل لأنه زادني ثباتا، جزاه الله عنا وعن الإنسان خيرا. وهذا هو الحق إخواني، اليقين اليقين. ولن يبلغ المرء درجة الإمامة كما بلغها الشيخ الألباني رحمه الله حتى يكون من صاحب يقين في الحق. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليقين، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يختم لنا بالحسنى، ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء أو جميع أنواع الوباء، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلم الشمل ويجمع القلوب على الحق وعلى التوحيد وعلى السنة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.